الصحة بتدعم المواطنين نفسياً لتلافي أثار العزل والحظر. أعلنت وزارة الصحة والسكان عدداً من النصائح للمواطنين لمساعدتهم على التغلب على الشعور بالقلق الناجم من فيروس كورونا المستجد COVID-19. ده طبعاً خلال الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها الدولة. دكتور خالد مجاهد مستشار الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة قال إن شعور بالخوف والقلق الناجم عن انتشار الفيروس ده أمر طبيعي خلال الفترة دي ونقدر نتغلب ونتجنب الآثار السلبية. إحنا معانا مداخلة تليفونية، معانا على التليفون دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إيه حكاية الشعور بالخوف والقلق والتوتر؟ طبعا الناس عندها حالة من الخوف وده بيعمل أثار نفسية كتير سيئة، وقد تكون الأثار دي بتأثر على مناعتهم وبالتالي بتأثر على مدى استعدادهم لاستقبال الفيروس أو للمرضى من الشفاء منه. برافو عليك. بص يا فندم، مجرد الشعور بالاكتئابية أو بالتوتر أو القلق الشديد ده بيدينا بيعمل حاجة تأثير على المناعة بتاعت الجسم، بيقلل المناعة. في سبجكت ده معروف إن هي المناعة النفسية العصبية. المناعة النفسية العصبية بتقل مجرد ما بيحصل توتر يا فندم، تبدأ المناعة النفسية العصبية دي بتقل في الجسم، بالتالي في حاجة عندنا اسمها البيبتايدز بتبدأ تزيد. البيبتايدز دي لما بتزيد بتقلل السيروتونين والدوبامين اللي في الجسم. يبقى الشعور بالأمان أو الشعور بالسعادة ده بيبدأ يقل جامد للأسف الشديد. طب يا دكتور، هو ده اسمح لي معلش، هو ده بيبرر برضو حكاية الجوع العاطفي ده؟ لأنه في ناس كتير جدا بتشتكي من أنه قعدتهم في البيت كانت نتيجتها كمية من الأكل الفظيعة. طبعا كل ما بيزيد التوتر حتى ممكن بياكل حاجات هو مش عايز ياكلها. يعني بياكل حاجات كتيره جدا هو مش عايز ياكلها خالص، ولكن لمجرد ان هو التوتر بتاعه بيبقى عمليه ديناميكيه كده حركيه، لمجرد ان انا بقفل بوق باي حاجه باكلها، لان انا موجود في العزله او في الحظر مش بتحرك، فبالتالي اضيع وقتي وقت القلق بتاعي بتعاطى اي شيء، ان انا بس لمجرد ان انا بحرك بوقي وباكل قتل الخوف. ولكن هنا في نقطتين بس مهمين لازم الناس تعرفهم، ان انا مع التوتر النفسي والقلق النفسي بيحصل حاجه يا فندم اسمها اعراض جسمانيه ناتجه عن القلق النفسي. هذه الاعراض الجسمانيه قريبه من اعراض الفيروس كورونا. يعني هي بيبقى في صداع، في زغلله في العين، جفاف في الحلقه، الم في الرقبه، الم ضغط في الصدر، الم في المعده، ضربات القلب بتزيد شويه، شعور بالاجهاد العام. فهنا مرضى التوتر والقلق النفسي هيقول لك على طول انا عندي كده كورونا. طبعا ده بيعمل ضغط على مقدم الصحه العلاجيه المستشفيات. طبعا كان في بالنسبه لنا في كان زي رساله اتعملت من 2018 في امريكا قالت ان 60% من اللي بيروحوا عيادات القلب هم مرضى نفسيين. 40% بيروحوا العنايه المركزه للقلب في الفتره المسائيه هم مرضى نفسيين وهم ما عندهمش القلب ولا حاجه. ما هو من كتر ما بنسمع في التلفزيون طول الوقت الاعراض عامله ازاي، مع يعني بنسمعها كتير قوي، ممكن كتير من الناس اللي عندها حالات من الوسواس اللي عنده الوسواس بقى يبدا يعمل حاجه اسمها توهم مرضي. ياخد كل الاعراض اللي انت بتلاقيها ما عدا عرض واحد، وده دايما اي حد يكلمنا، الحراره اخبارها ايه؟ الشم اخباره ايه؟ التذوق والاستطعام اخبارهم ايه؟ ان هو بيطبق كل الاعراض اللي بتتقال على القنوات وبينزلها على جسمه. وبالتالي هو بيبتدي يروح على المستشفيات بتاعه وزاره الصحه ان انا عندي كورونا وهو ما عندوش. وللاسف ده بيمثل ضغط على الدكاتره، ان عليهم ضغط جامد شديد جدا. طب ايه الدعم النفسي اللي ممكن نعمله في الحاله دي؟ لانه طبعا احنا ما بنسمعش غير اخبار كورونا في الوقت الحالي، فالناس متوتره. انا اول حاجه عايز بس بالدعم النفسي بالنسبه للمرضى نفسهم، عايز افهم المرضى او زويهم مرض كورونا ما هوش مرض معيب، ما هوش مرض جنسي، ما هوش مرض سيء. ان في ناس للاسف الشديد بتخبي وجود المرض عندها، وبالتالي بتبقى هي مصدر من مصادر نشر المرض للاخرين وهم مش واخدين بالهم. يعني هو خايف يقول ان انا عندي مرض كورونا كان عنده حاجه معيبه كبيره جدا، وبالتالي بيبدا ان هو يخبي، فبيعي ناس كثيره جدا. في ناس بتتعيي للاسف الشديد ملهاش اي ذنب
سواء ان اتعاملت مع الناس دي بحسنيه، سواء كانوا من التمريض او من الاطباء او حتى مواطنين عاديين، هم بيتعاملوا مع الناس ان هو يقول لك ان انا عندي ما عنديش حاجه، وبيروح المستشفيات انا ما عنديش حاجه، وهو عنده للاسف مرض الكورونا وبيأذي الناس. عايز افهمهم ان المرض ده مش معيب، مرض عادي والعلاج منه سهل جدا، وعندنا نسبه شفاء في مصر من اعلى النسب العالميه زي ما الوزاره طلعت ومنظمه الصحه العالميه طلعت. بالنسبه لدولهم برضو في ناس للاسف بيتنمروا على اهل المرضى، فبيبتدوا يخافوا يتعاملوا معاهم، ما نشتريش منهم، ما تبيعهمش. ما يا دكتور، ما هو في 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 حاله مثلا لسيده زوجة شخص كان في ايطاليا وتوفي بسبب الفيروس، بتقول انها يعني فتره العزل بتاعتها لما خلصت الناس كانت بتتعامل معاها على انها ما ينفعش يتعاملوا معاها، خايفين منها. ما هو دي النقطه اللي انا بتكلم فيها يا فندم، اللي الناس بتتنمر عليهم وهم ما لهمش ذنب، ده مرض. الله يخليكم، لازم نتفاهم طبيعة المرض ده، وان الناس ما تتنمرش عليهم، ده مرض عادي زي اي مرض، مرض ممكن يجي لاي حد، فبالتالي ناخد بالنا من دي. ولو جه المرض علاجه سهل، هو الالتزام والبعد عن الناس 14 يوم مع الالتزام بالمخطط العلاجي. بالنسبه للمواطنين العاديين، احنا دلوقتي في وقت حظر، وقت الحظر ده حددته الدوله لصالح المواطن مش لصالح حد تاني، هو مش حظر امني، ده حظر طبي. يعني مصلحتكم انتوا قاعدين في البيت، نقول البيوت وفيها ناسها افضل مليون مره من ان احنا ننزل بعد كده نسيب البيوت من اصحابها. طب انا بشكر حضرتك جدا دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالاكاديميه الطبيه العسكريه، على مداخلتك معانا.